الدكتورة سميحة عبد الله لطفي سيدة إماراتية حاصلة على عدة جوائز وحققت إنجازات مرموقة. عام 2004 حصلت على الزمالة المهنية في جراحة التجميل في كلية ماونت سيناي للطب في نيويورك. أتمت دراسة جراحة زراعة الشعر في الجمعية الدولية لجراحة زراعة الشعر في نيويورك، وأسست في العام نفسه أول عيادة لها في البحيرة الشارقة الإمارات العربية المتحدة، حاصلة على شهادة معتمدة من الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية عام 2006. منحت العضوية الكاملة من قبل جامعة الأمراض الجلدية من دول المجلس التعاون الخليجي سنة 2009، كما حصلت في عام 2011 على شهادة ممارسة مهنة من قبل وزارة الصحة الإماراتية. نظير سمعتها المرموقة وسجلها الخالي من أي مخالفات، هذه الشهادة خولتها لتصبح واحدة من أكثر جراحي التجميل موثوقية في المنطقة. رسالتنا: تقديم الجمال لعملائنا حسب حاجاتهم فقط دون الانصياع لرغباتهم التي قد تؤدي إلى أي آثار جانبية في المستقبل، والعمل على إرضاء العملاء بهذه الاحتياجات المعقولة بقدر ما نستطيع. رؤيتنا: رفع المستوى المعرفي والتكنولوجي لجميع المراكز وبشكل سنوي بحلول عام 2020 استناداً إلى متطلبات عملائنا. السنوات المقبلة لا تقتصر على فتح العيادات فقط بل والمراكز أيضاً لتوفير جميع احتياجات عملائنا في مكان واحد، إضافة إلى تحويل جميع عياداتنا الموجودة لمراكز عيادات الدكتورة سميحة لطفي. عام 2004 تم افتتاح أول عيادة للدكتورة سميحة لطفي في شارع كورنيش البحيرة. عام 2010 افتتح مجمع البراجيل في مردف دبي لخدمة مرضى دبي. عام 2013 عودة الدكتورة سميحة إلى الشارقة من خلال افتتاح الزيد وإنشاء مركزين في إمارة الشارقة. خدماتنا: الجراحة التجميلية، جراحة الليزر التجميلية، شد الوجه البصرية، إعادة تشكيل الأنف البصرية، شفط الدهون البصرية، شد البطن البصرية، تكبير الثدي الترميمية والتجميلية البصرية، جراحة زراعة الشعر المسامية الأحادية، جراحة الجفن البصرية، صنفرة البشرة، جراحة اليد، حقن البوتوكس، حقن الكولاجين، تنسيق القوام، علاجات الجلد، التقشير الكيميائي، علاج علامات حب الشباب وما بعد حب الشباب، تقليل التجاعيد ومكافحة الشيخوخة، العلاج بالتبريد، إزالة الآفات المصطبغة، تجديد البشرة، علاج الشعر، كثرة الشعر، تساقط الشعر، الصفائح الدموية الغنية بالبلازما البصرية PRP، ميزوثيرابي البصرية، إزالة الشعر بالليزر. عيادة الدكتورة سميحة لطفي حيث يجتمع الجمال والتكنولوجيا.